صباح الخير. صباح الخير. اليوم معنا شيء بالمطبخ وشيء بالتنظيف. صح. يلا. المطبخ واحدة حكينا عنها الاس كي جي جوسر يلي بتعمل جوس، والايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو ايتم جديد. خليني بلش بالمطبخ بعدين بننتقل على التنظيف. حتى إذا وسخ شيء بالمطبخ ننظف بعدين، صح؟ هيدي الجوسر غيدا، الشيء اللي بيفرقها عن غيرها انه الغراض بنحطها بقلبها ان كانت فواكه او خضره، بنحطها مثل ما هي بقشره بلا ما نقشر ونفصفص ونقعد، عرفتي؟ يعني كثير 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 سمبل، ما قلنا غير نغسل الخضره والفواكه من برا، وهي لوحدها عندها طريقه تفصل القشر وكل شيء من برا والبذر والقشر وكل شيء من ميله، وتعطينا العصير من ميله ثانيه. هلا انا مثلا يوم جايبه معي فواكه مش خضره هالمره بس بقشره، هلا بس مقصقصتهم ليقدروا يفوتوا محل الشفره. رح اعمل عصير التفاح مع الكيوي. التفاحه مثل ما هي، ولا منطفتها من جوا ولا منطفتها من برا، مثل ما هي جايبتها لفرجيكم كيف لوحدها بتفصلهم. في لها سرعتين 1 و 2. شوفي غيدا بأي سرعة تعملهم. يا حيي بعتي عنا شقفة تفاحة واحدة، رح زيدها وبعدين رح ضيف الكيوي لانه كثير كثير طيب عصير التفاح مع الكيوي ومليان بفيتامين سي. صح. اوكي، هلا الكيوي مثل ما شايفينهم هون انا بس قصتهم نصين، ماني مقشره ولا شيء. كثير مثقفه هالجوسر، كثير كثير بتسهلنا. بتعرف قد ايه ما قلنا جلاده بقى نعمل شيء. ها هاي الكيوي، فوالا نحن بنساعدها شوي، فوالا يا هلا العصير كله طلع. لحطهم بالكباية لتشوفوا اللون شو بيطلع حلو. هلا إذا بدنا إياها العصير يطلع حامض كتير بدل التفاح الحلو، فينا نحط الجراني سميث الأخضر يلي هو حامض أكتر، مع الكيوي بتعطيه نكهة حامضة. وقال له هيدا العصير هون صار فريش غيدا، إذا عبالك إتس فيري فريش وكتير طيب. هلا أنا بس بدي فرجي المشاهدين إنه كيف تفصلهم للخضره وللفواكه. هيدي القشر اول شيء قطعها كثير سهله تنفك، يعني ما فيها قطع كثير صغيره بتقعدي وقتها بدك تجلي او تعملي، بس بدي ساعدهم ينزلوا حتى ما يوسخوا الطاوله. هيدي العلبه هون اذا فينا نفرجيها، ما بيبين لجواتها، بدك اذا فينا ننزلهم. يا حني. اوكي، القشر كلهم بقلبها، ما في لزوم ابدا نقعد نحن نفكها ونقعد نحدد القشر عن هاي. هلا في شغله بدي اقولها، حتى اذا عنا نعصر حامض بكميه مثلا للطبوله او أورنج جوس او ليمونات او اوقات ما قلنا قوه او ما قلنا جلده نقعد نعصر بالعصاره، او في مكانات نشتريهم بس للأورنج جوس، هاي تعمل كل الفواكه وكل الخضره. الحامض اذا ما عبالنا نحضر نعصره نقصهم نصين بس ونحطهم، هي لوحدها بتفصل القشر وبتعطينا الحامض، عصير الحامض لوحده. ونفس الشيء بكل الفواكه بقى. هيدي الخصائص تبع المفرقه عن غير مكانات، فيري ايزي تو يوز، وبدقيقه فينا نعمل فريش جوس ساعة اللي بدنا. صحيح. حقها الاس كي جي جوسر 180 دولار، وهي بتجي بلونين، الاخضر يلي شايفينه هون واللون الاحمر كمان احمر قوي كثير حلو. وقت المشاهدين بدهم يطلبوها بس بليز حددوا اي لون بتحبوه تنأملكم اياه. وهو موجود بس عبر عالم الصباح. مضبوط. الايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو ايتم جديد بيشبه مكنه حكينا عنها قبل، بس هيدي بلونها وباسمها، اسمها شارك
فاكيوم ذن ستيم موب. ليه هيدا الموضوع الانشاء كله لاسمها؟ لانه بتعمل اكشلي شغلتين، بتعمل فاكيومز يعني بتنظف لنا الارض كلها بدل المكانس، وبترجع بتمسح الارض بدل الممسحه. بس اثنيناتهم بالبروجرامين بهيدي المكنه. هلا بضاي هيدي بتعمل كثير اشياء، كثير مكانتنا كثير ذكيه كمان ولا لا؟ لا. بس بكره شوي شوي بنبقى بنجيبهم. هلا هون في عنا بروجرامين، في عنا الفاكيوم وفي عنا الستيم. بالاول دائما بدي شدد هالنقطه، قبل ما نستعمل بروجرام الستيم ضروري ننظف الارض، يعني نعمل لها فاكيوم قبل ما نستعمل الستيم. اول شيء كرمال ما نشحتر الارض يلي عم نعمل عم نمشي عليها. ثاني شيء كرمال ناكد انه نحافظ على نظافه الشقف يلي عنا اياها. هلا وقت اللي بدنا نستعمل الفاكيوم بنحطها على بروجرام الفاكيوم وبندورها. هلا انا بس مشيتها نكزه، حتى وقتها بدي مشي ركب الستيم تكون الارض نظيفه. على فكره في عنا هيدي العلبه يلي شايفينها هون، هيدي تنقيم بتتفضى، هيدي بس للفاكيوم تنقيم ليتفضى منها الغبرة وبترجع بتتركب. هلا من بعد ما نخلص الفاكيوم بدنا عنا هيدي القطعة يلي هي خصوصي كرميل التمسيح، منحطها على الأرض بطريقة كتير سهلة، منقيم الهيدي ومنركبها عليها، صارت هلا جاهزة للتمسيح. هلا في عنا هيدي الكباية اللي شايفينها هون، هيدي المجرنج كاب خصوصي كرمال نعبي مي كرمال تقدر تمسح على البخار. انتبهوا اوعكم تشغلوا المكنه بلا ما تكونوا معبينا مي، لانه بتكون عم تحمى على الفاضي، هي بتعقم المي، بتعملها مي درجه كثير كثير قويه للتمسيح كرمال تعقم الاراضي، حتى ما نعود نستعمل ولا ديترجان. هيدي ما بتشت يعني ابدا، اوعكم تفكروا تزيدوا ولا دواء ولا ديترجان محل مع المي، بس مي. وبعدين بنرجع بنحطها بنقلبها على بروجرام الستيم وهي بتبلش تشغل. هلا بالمسكه نحن لوحدها هلا بلشت تحميها، بدي انطر بعد نكزه لتحمى اكثر. هي هلا عم بتبلش تمسح. باي ذا واي الدرجه التعقيم يلي بتعملها هاي اكثر دوبل عن الممسح والديترجانات، يعني هيدي تقريبا السي اي او تبع الشركه بايعين بامريكا فوق ال 70 مليون قطعه منها، فوق ال 70 مليون قطعه، اكثر من اكثر مكانات من بيعها بامريكا. من وراء يحيى اذا هلا عم نشوف او عم نسمع البخار، صوت المكنه هي عم بتطلع البخار، وما بعرف هلا لانه الارض بيضة ما راح يبين الفيبر عم يطلع، بس لو كنا عم نمشيها على ارض غامقه او على باركيه دغري دغري ببين الفرق. فاذا هيدي طريقه التمسيح فيها. اول شيء بساعتها بتنظف وبتنشف الارض، يعني ما بيعود عنا نقعد ساعه ننطر انه لا ما فينا ندعس هلا لانه الارض مي او شيء. بعدين معموله خصوصي انه ما يكون فيها مي كثير كرمال الاراضي الخشبيه، لانه هيدي معموله سبيسيال كرمال الباركيه، ان كان فو باركيه او الباركيه سيري. الارض الرخام كثير اوقات اللمعيه تبعها بتروح من وراء، قد ما بنكب ادويه وديترجان بنصير نخشبرهم بدل ما يضلوا محافظين على لمعيتهم. وبعدين كل الارض كل البيت بحيلا اوضه بتتمسح فيها وبتتعقم كثير منيح، عندها قدره تعقيم الاراضي اكثر من، يعني بتقتل كل الجيرمز اكثر من 99.9% لهالدرجه قادره انها تقتل الجيرمز. اوكي هلا شو القطع اللي بيجوا اكسترا فيها؟ عندنا مثل القطعه يلي مركبت عليها هيدي القماشه للتمسيح يلي معموله من
شعيرات الميكروفيبر بس سميكة، يعني بتمتص المية اللي عم بتطلعها المكنة، الفيبر اللي عم بتطلعها، ودغري بتنشف الأرض، يعني ما منحس أنه عم ننقش الأرض من بعد ما نمسح فيها. في عنا هيدا الغطاء يلي إذا بدنا نحافظ على نظافة الشقفة يلي فيها، من بعد ما نخلص منركبها عليها ومنضبها بالخزانة. بلس عنا اكسترا فلتر للفاكيوم تبعها، مش للممسحة، للفاكيوم، بحال بعد فترة طويلة من استعمالها اضطرينا نغير الفلتر، في عنا واحد موجود. والمجرين كاب يلي فرجيته قبل، يلي كتير ضروري ننتبه نخلي محل المي مليان بالمي نحن عم نمسح، يعني نجرب قبل ما نمسح نعبيها كلها، وإذا عنا نعمل البيت كله كل فترة نطلع حتى وقت اللي بيقشط معدل المي نرجع نزيده كرمال ما نحرق المكنة إذا عم تشتغل بلا مي. هلا مثل ما قلت هيدي المكنة مسؤولة عن تعقيم الميكروبز 100%، وخاصة هلا غيدا مع مشكلة الزبالة اللي عنا اياها برا، بنقول شو بدي اجيب لاجيب، بس نحن بكرة وقت اللي بدنا نبلش ننتقل إذا شتت وبعده القرف برا بإجرينا بالدعسات بصبابيط، كله هيدا عم نفوت الجيرمز والأمراض على البيت. إذا عنا أولاد صغار بدنا ننتبه أكسترا على هالأشياء. بقى وقت اللي بدنا نعقم البيت ناخد أنتو أكاونت أنه في مكانات مثل هاي مسؤولة عن الحفاظ على سلامة صحتنا، مش أنه يلا مسحنا وكنسنا على الماشي تنظف البيت، مش دايما فينا نأكد من هالنقطة. ريكاب سريع بس تقول سعرة 199 دولار، والأس كي جي جوسر حقها 180 دولار، وبس فيكم تطلبون عبر الارقام اللي مبينه بكعب الشاشه. شكرا كثير دومينيك، ونحن بنشوفك بنرجع نهار السبت ان شاء الله بعالم السبت. رح نتابع محطاتنا، وبعد لحظات رح تكون معنا كاتيا بوقتها، وايضا محطه اخيره مع الشيف عبد الله ورشه ملح، خليكم معنا.